النهاردة إن شاء الله هنقوم بتدميس الفول بأربع مكونات فقط لا غير، مفيش أكتر من الأربع مكونات دول، حاجة سهلة جدا وحاجة بسيطة. أول حاجة عندنا الفول بتاعنا، إحنا جايبين كوباية، على فكرة حجم الكوباية ده صغير جدا جدا جدا. عندنا فول مدشوش، نص كمية الفول البلدي بتاعنا، 3 معالق عدس أصفر، 3 معالق رز، وعندنا كاتل في مية بتغلي، وعندنا دمست الفول بتاعتنا. هنبدأ كده مع بعض. أهم خطوة إن احنا نجيب الفول بتاعنا الفول الصحيح مع الفول المدشوش، ونبدأ ننقعهم لمدة 24 ساعة علشان نوفر غاز ونوفر كل حاجة وما تاخدش معانا الحاجات دي وقت طويل. هنبدأ نحط الفول المدشوش والفول السليم يتنقعوا لمدة 24 ساعة في مية سخنة أو مية عادية، مش هتفرق كتير. ده الفول بتاعنا بعد ما اتنقع لمدة 24 ساعة، شايفين الكمية تضاعفت تقريبا ل5 مرات، وكذلك ده الفول المدشوش اللي عندنا. بنغسل الرز وبنغسل العدس الأصفر، وهنبدأ نعبيهم دلوقتي زي ما حضراتكم كده هتشوفوا داخل دماسة اللي هنعمل فيها الفول إن شاء الله. الرز بنحط المية لحد المستوى اللي احنا شايفينه ده، ما بنزيدش عن كده زي ما حضراتكم كده شايفين، وهنبدأ دلوقتي نرفعها على أقل عين في البوتاجاز عندنا، حاجة صغيرة جدا وهنسيبها ساعتين بس. خلوا بالنا في التركة اللي جاية مفيش حد بيعملها إلا احنا، تابعونا وشوفوا هنقدر نعملها ازاي. تابعونا زي ما حضراتكم كده شايفين على أقل درجة، وكمان هنوطي عليها مش هنسيبها بالشكل ده، أقل درجة نار. هنا التركة بقى اللي جاية، أنا ما بغطيش القدرة بتاعتي، أنا بعمل حاجة تانية. أنا بجيب بولة زي ما حضراتكم كده هتشوفوا فيها مية، وببدأ أغطي القدرة بتاعتي. البولة دي فيها مية زي ما حضراتكم كده شايفين، أحكمت الغلق على فواهة القدرة، وزي ما حضراتكم كده شايفين القدرة عاملة ازاي. دي بتشتغل زيها زي حلة الضغط بالظبط، حتى لو في بخار جوه البخار ده هيطلع ويرفع البولة اللي احنا حطيناها، وزائد ان المية كمان هتسخن فيها وهتغلي لما القدرة تحتاج مية، انا هبدأ ازودها من المية اللي بتغلي فوق. هسيبها على الوضع ده لمدة ساعتين، وان شاء الله هتاخدوا احسن فول مدمس موجود. وكل سنة وحضراتكم بصحة وسلامة. زي ما حضراتكم كده شايفين الفول استوى وبقى شكله عامل ازاي كده. ده فول بيور، ممكن يتحط بقى عليه سمن، يتحط عليه طماطم، كمون، ملح، ليمون، زيت، اي حاجة. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش يا جماعة الشير واللايك للفيديو علشان يوصل لاكبر قدر من المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا دول مجرد 4 مكونات فقط لا غير، فيش اي افتكاسة ولا في اي شغل اكتر من كده، هو فول مش اكتر من انه فول. شكرا لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بألف خير.